هذا يسأل عن وضع الأموال في البنوك، إن كان القصد وضعها للحفظ فقط بدون استثمار فلا بأس بهذا للضرورة، للضرورة، لأن ما فيه مكان آمن تخشى عليها من السرقة، فإذا أودعتها في البنك يكون هذا آمن بإذن الله، ولا تأخذ عليها فوائد، وإنما تأخذ رأس مالك فقط، هذا لا بأس. أما الذي يودع في البنوك من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجوز. نعم.